بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الأخ خليفة شاهين وزير الدولة بدولة الإمارات، معالي الأخت ريم الهاشمي وزيرة التعاون الدولي، الحاضرين جميعا، يسعدني بداية أن أهنئكم جميعا بحلول العام الميلادي الجديد، مع أمل أن يكون عام خير وسلام وتنمية لبلادنا ولكافة الدول العربية والعالم أجمع، ونكون اليوم بينكم للمشاركة في إكسبو دبي 2020، وهي فرصة لتهنئة أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا على التنظيم المشرف لهذا الحدث العالمي الاستثنائي والنجاح المبهر في تحضيره، وبصورة تليق بمكانة ورؤية دولة الإمارات، وذلك موضع فخر لنا جميعا في المنطقة كأول دولة عربية تستضيف الحدث وتقدمه بهذا المستوى من التنظيم والمستوى العالي من النجاح في ظل ظروف استثنائية فرضتها وباء كورونا. هذا النجاح ليس بغريب، ولكنه امتداد للنموذج الرائد الذي قدمته دبي منذ أوائل القرن الماضي، منذ أواخر القرن الماضي، وأصبح مصدر إلهام لدول وشعوب المنطقة والعالم. ويسرني أن أنقل إلى أشقائنا في الإمارات قيادة وحكومة وشعبا التهاني من القيادة السياسية والحكومة والشعب اليمني باليوبيل الذهبي لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ومسيرة التنمية والخير التي انطلقت يومها بقيادة حكيم العرب الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، واستمرت بجهود الأبناء واستواعد وعقول وأبناء الإمارات. وأؤكد على أن العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا وشعبينا في اليمن والإمارات تشهد على ذلك التضحيات والمواقف الأصيلة والمشهودة للأشقاء في الإمارات في دعم اليمن في مختلف الظروف والمجالات، ومشاركتها الفاعلة في التحالف العربي لاستعادة الدولة، ومساهمتها البارزة في تخفيف معاناة الشعب اليمني في الجانب الإنساني والإغاثي والتنموي في الماضي والحاضر والمستقبل. السيدات والسادة، نجتمع اليوم للاحتفال باليوم الوطني لليمن في إكسبو دبي، ونقدر لكم مشاركتكم لنا في هذه الاحتفالية واختيار فاتحة العام الجديد واليوم الأول فيه كيوم وطني لليمن، وهذا له رمزية عالية. فاليمنيون ومعهم الأشقاء والأصدقاء يحدوهم الأمل بأن يحمل هذا العام الجديد بشائر السلام والاستقرار في اليمن واستئناف مسيرة التنمية والبناء. إن مشاركتنا في إكسبو 2020 بجناح خاص باليمن رغم كافة التحديات والتعقيدات وبدعم كامل من أشقائنا في الإمارات لننقل للعالم الصورة الحقيقية لليمن أرضاً وإنساناً. يمن الحضارة والتاريخ والثقافة والفنون، روح الإنسان اليمني الصلبة والكريمة والمثابرة التي حملت بذور الخير والنماء أينما حلت وساهمت في بناء وتنمية دول الجوار وفي العالم أجمع. ولذا اخترنا شعار جناح اليمن أحفاد سبأ لنؤكد حضارة اليمني المستمرة والمنبثقة من تاريخه العظيم منذ مملكة سبأ وما قبلها وحتى اليوم. وموقع جناح اليمن في منطقة الاستدامة هو للتأكيد على عزم الحكومة اليمنية وجهودها لاستعادة مسار التنمية والبناء، والبناء على أسس ورؤى صحيحة تتفق مع روح العصر وتستفيد مما قدمه العلم والتكنولوجيا والخبرات في القطاعات الحيوية في الطاقة والنقل والاتصالات وغيرها، وتفعيل مؤسسات الدولة بالاستفادة من الثورة الرقمية لرفع كفاءة المؤسسات والقيام بدورها في خدمة المواطن وإعادة الإعمار وفق رؤى جديدة والبناء بطرق سليمة ومستدامة. اليمن دولة واعدة للاستثمار في المنطقة وفيها الكثير من الأصول والثروات التي يمكن أن تؤسس لشراكات مع دول المنطقة والاستثمارات الأجنبية وفي مشاريع كبرى، سواء في البنية التحتية والقطاع المالي والمصرفي والسياحة واستخراج الثروات المعدنية وغيرها من المجالات. ومشاركتنا اليوم ورسالتنا من خلال جناح اليمن للعالم بجدية الحكومة
وحرصها على هذا المسار وعزمها على تذليل كافة العقبات في هذا المجال، سواء بتحديث القوانين أو توفير الالتزامات والضمانات اللازمة لذلك. أخيراً، أشكر الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على الدعوة الكريمة وحسن الضيافة وكرم الاستقبال. شكراً.